ففي ال وفي الحقيقة في ال في 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 يعني ايه حيلة شريرة انا مارستها مع عمار الشريعي، وهو استجاب لها بطواعية وبمحبة. ان في البداية انا بقول وينفلت من بين ايدينا الزمان كأنه سحب تقوس في اوتار كمان الى اخره، فده سائته لعمل لازمة جميلة جدا للكمانجة في البداية. وفي النهاية كان فيه ويرفرف العمر الجميل الحنون ويفر ويفرفر في رفة أنون، فده سائته موسيقيا برضو. انه يعني انت اللي وزعت الغنوة كمان؟ لا انا يعني ايه شاورت العمر، وعادة بينا هذا التواطؤ الخفي ان انا بشاور له عادة على السكة، سواء من خلال ايقاع غير مألوف في الغناء. يعني انا فاكر مرة احنا بنعمل غنوة الفيلم المرشد، بتقول ولا يا ابن الدنيا دي يا دنيا مرشد العامل. لا فيلم كان اسمه المرشد انتاج محمود الجندي وبطولته هو والفيشاوي، فكان فيها الدنيا كانت كحيلة لازم هوات خيال، لكنها الوقت شيلة لازم هوات شيال. هيني علينا يا دنيا كل ليلة في حال، بتكرم اندال وبتزلي سبوع في حال، نامت القوالب براسها قامت القوالب براسها ونامت انصاصها، نامت القوالب براسها وقامت انصاصها، خد يا ابني نار قلبي فوق الجوزة رصصها وهو رفصها كيف صاحبك الميال، ولا يا ابني الدنيا دي يا دنيا ولا ناس الدنيا دول ناس، عالم ساكسونيا دنيا فونيا وزمن كباس ملوش مقاس، الوقت الدنيا الوقت ايه بتاعه والناس دي عبارة عن بتوع، فيه ناس واكلنا بالنطاعة قال ايه وعايزيننا نبقى طوع، وهي دنيا يا ما نفسي اعيش وبالي خالي، نفسي ارتاح بس مش بيدي، مش عارف ليه مرنة خالي ومزنخة مخها المصدي، فاحسن لأعيشها بالصياعة احسن ما تاكلني هي كوع، ما هي الدنيا الوقت ايه بتاعة والناس دي عبارة عن بتوع، احنا اللي اكم خدمنا اخرتها هندسنا وتردمنا، لا هنعرف راسنا من ادمنا الا نهدينا مين هدمنا، وهدي النظرية جواعة سكة مفيش منها رجوع، ما هي الدنيا الوقت ايه بتاعة والناس دي عبارة عن بتوع. فكان في رسالة مضمرة ان هنبتدي عمار الغنوة بموال وبعدين هنخش في الوزن ده، فلقيت عمار بيقول لي ايه الوزن ده، عمار بيعرف شعر كويس وبيعرف عروض كويس، فبيقول لي ايه الوزن ده ما فاتش عليا، فقلت له ده مخلع البسيط مستفعل فاعل متفعل او مستفعل فاعل فعول، فدي سائته لايقاع شبه راقص كده مخلع على البسيط يعني. فهذا التواطؤ بيننا دايما في رسائل مضمره في النص تشاور لعمار هنتحرك فين، وهو بفطنته ومحبته بيستقبل هذه الرسائل وينفذها بأكثر جمالا مما حلمت. انا زعلان جدا ليك فضل الشر. الوقت خلص. الوقت خلص. طب ده انا اللي زعلان دلوقتي. لا انا عايز اسمع قصيدة البحر. هي اغنية يعني او قصيدة نهائية يعني. لا هي على فكرة يعني هي قصيدة وقصيدة عظيمة يعني. إذا كانت القصيدة إذا كانت القصيدة يعني أعلى درجة من الأغنية يعني عند الإخوانة البعد. إخوانة مين؟ البعد. أنا خلاص أنا مشيت من الحلقة خالص. إحنا مع الأستاذ سيد، تصبحوا على خير، اسمعوا القصيدة. بحب البحر لما يزوم وبعشق صرخته في الريح، وحس في موجه شوق مكتوم لناس حرة وحياة بصحيح، وأحبه لما يتهادى ودوب لما يوشوشني ويفرش موجه سجادة في أحلامي تعيشني، ملوش أول ملوش آخر قراره طاوي أسراره، ودايما في الهوى مسافر ولا نهاية لمشواره. بحب البحر أحب البحر وأعشق صرخته وأنه، وأحب الناس أحب الناس ما هم فيهم حاجات منه، وأحبك يلي أحلامي في هواكي
زهزهوا وغنوا يا بلدي ياللي وانا فيكي عيوني اليكي بيحنوا. بحب الورد فوق السور وبعشق ضحكته الفانيه واحس في ريحته شوق مسحور لناس حره وحياه تانيه. واحبه بين ايدين عشاء رساله مهفهفه باشواق وحتى وهو بين اوراق كتاب العشق ذكرى فراق. حياته في الهوى ليلتين وعمره ما كان بعمره ضنين يرش هواه على المشين ويتقاسمه مع الجايين. بحب الورد احب الورد وعشق ضحكته وانه واحب الناس احب الناس ما هم فيهم حاجات منه. واحبك ياللي احلامي في هواكي زهزهوا وغنوا يا بلدي ياللي وانا فيكي عيوني اليكي بيحنوا. بحب البحر احب الورد احب الناس واحب نعيشها احرار مرفوعين الراس ولا تفرقنا لا الالوان ولا الاديان ولا الاجناس ودوب في ادان يرفرف تحضنوا اجراس. تعالوا نقيم لبكره الجايه ناس قداس. الله.